مساء الخير بداية نشرتنا مع العناوين في ثلاثين الثالث عشر من تشرين باسيل سنتقدم بتعديل دستوري حول مهل التكليف والتأليف رئيس التيار الوطني الحر ليس على علمنا أن ماكرون عين مفوضا ساميا أو بريفي مفاوضات الترسيم تبدأ غدا وبعد ترد على الاتهامات والأقاويل والشائعات لياس بوصعب يكشف للاو في لجوءه للقضاء في مواجهه افتراءات المجدوب. تعاون بين اللبناني الكندي والقديس جاورجيوس برعايه عودي وحضور مصاب من الا ربعا بتوقيت بيروت اهلا بكم الى هذه النشره التي تبث ايضا عبر otv.com.lb واذاعه صوت المدى اليوم بعقلكم على راس المسيره حتى مثل ما دفعت واكثر وبشراسه اكثر الرساله الوجدانيه في الذكرى الثلاثين للثالث عشر من تشرين تعبر عن نفسها بالتزام الوفاء لتضحيات الشهداء والمصابين والمفقودين والمتالمين فالرسالة السياسية عبر عنها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في أول إطلالة عامة له منذ شفائه من وباء كورونا بعد مشاركته في القداس السنوي الذي أقامه التيار حيث حدد عناوين المرحلة المقبلة على صعيد النظام السياسي والحكومة وما بين الاثنين من تدهور اقتصادي ومالي وتعثر في الإصلاح ومحاربة الفساد فعلى صعيد النظام وصف للدستور الحالي بالنتن والعفن الذي اتانا بالدبابه واكمل علينا بالفساد وهلا بده ينهينا بالجمود والموت البطيء وطرح لتعديل دستوري حول مهل التكليف والتاليف وسط رفض الفيدراليه والتقسيم مع التمسك باللامركزيه الاداريه والماليه الموسعه اما على صعيد حكومه المهمه وعشيه زياره وفد من تيار المستقبل لميرنا الشالوحي في سياق جولته على الكتل ليس على علمنا ان الرئيس ماكرون عين مفوضا ساميا ليكون او مشرفا ليكون بريفي او مشرفا عاما على مبادرته ليقوم بفحص الكتل النيابيه ومدى التزامها بالمبادره وبكل الاحوال من يريد ان يراس حكومه اختصاصيين يجب ان يكون هو الاختصاصي الاول او ازيح لاختصاصي ومن يريد تراس حكومه سياسيين فحقه ان يفكر اذا كان هو السياسي الاول ومن يجب ان يخلط بين الاثنين بده يعرف يعمل الخلطه بس بلا تذاكي وعرضات اعلاميه اما في الموضوعين الاقتصادي والمالي وملف الاصلاح ومحاربه الفساد فباختصار ما فينا نقبل بشخص بعده عم يقول بعد 30 سنه انه بده يحافظ على نفس السياسه ونفس الاشخاص ويتوقع نتائج مختلفه عن سرقه اموالنا وودائعنا وسحبه وخطفه للخارج وبحسب القول الشهير الغبي هو يلي بيعمل نفس الشيء مرتين وبنفس الاسلوب ويتوقع نتائج مختلفه وعلى هامش العناوين السابقه رسالتان فرعيتان للقوات اللبنانيه انا بس بدي اقول كلمتين وضع اليد على مجتمعنا بالقوه ممنوع وماذا يمكن ان نسمي من يقتل مجتمعا بكامله بسبب نزواته وعقده النفسيه مجرم لا بل اكثر اما للحراك الفوضوي وليس الصادق الذي نؤيده وندعوه لمواصله التحرك فهو يزرع الفوضى ليس فقط بالمجتمع وبالاعلام بل بالفكر وهو الاخطر لكن للأسف لا ساعد حاله ولا ساعدنا بحربنا على الفساد وإلى جانب مواقف الثالث عشر من تشرين إشارة إلى بدء مفاوضات ترسيم الحدود غدا في الناقورة على وقع رد رئاسي واضح على الاتهامات والأقاويل والشائعات المتعلقة بتشكيل الوفد اللبناني 25 سنة وأجيالنا عم بتعمر قلوب عم نجبر خواطر ندق بواب ونفوت عبيوت بيوت نسمع الحكاية ونرسم بداية أمل نشبك إيد الخير بالإيد اللي عم بتفتش ع خير بس هلأ لوين بدنا نفوت عبيوت حيطانا ما بقى موجودة تخبر عقلوب مليانة وجع وتعب تتعبر رح نرجع نعمر الحيطان المكسورة نضوش ببيك الأمل ونرسم حب سوا رح نكتب قصه بيروت، حكايه بالقلب محفوره عشيه بدا مفاوضات الترسيم مكتب الاعلام في رئاسه الجمهوريه يرد على الادعاءات حول خرق الرئيس للدستور ويقول ان الهدف من هذا الكلام الباطل هو اضعاف الموقف اللبناني في التفاوض، مؤكدا اننا لسنا بصدد معاهده دوليه مع اسرائيل ولا التطبيع ولا الاعتراف. وضع بيان رئاسة الجمهورية حدا لكل الأقاويل والتحاليل والشائعات التي يقولها البعض حينا في الحديث عن خرق رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الدستور وحين آخر تذهب أبعد بالقول أن رئيس الجمهورية يطبع ويعترف فقال البيان كثر الكلام في الأيام الأخيرة عن خرق رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الدستور في معرض عطفه على المادة 52 منه للإعلان عن الوفد اللبناني الذي سيتولى التفاوض التقني لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وأتى كلام مضاد بأن رئيس الجمهورية عليه أن لا يعطف على المادة 52 من الدستور لأنها تلحظ المعاهدات الدولية، في حين أننا لسنا بصدد معاهدة دولية مع إسرائيل تعني ما تعنيه على صعيد التطبيع والاعتراف. احتار المنتقدون والمتهمون ووقعوا في التضاد لجهلهم فقط الدستور الذي يحرص عليه الرئيس ويسهر على احترامه عملا بمستلزمات قسمه الدستوري ولفت بيان رئاسة الجمهورية إلى أن المعاهدة الدولية المشمولة بالتعبير الحرفي في المادة 52 من الدستور تشمل كل السقوق الدولية على ما ينص عليه المقطع آ من الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية فيينا حول المعاهدات الدولية لعام 1969 والتي أصبحت أحكامها جزءا لا يتجزأ من المبادئ العامة من القانون الدولي وعليه أن رئيس الجمهورية لم يتولى لحينه عقد أي معاهدة دولية أو إبرام أي معاهدة دولية كي يصر إلى الاتفاق بشأنها مع رئيس الحكومة تلك المعاهدة التي لا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ما لم يتطلب الإبرام موافقة مجلس النواب على هذه المعاهدة بالشروط المنصوص عنها في المادة 52 من الدستور وتابع بيان رئاسة الجمهورية أما العطف على المادة 52 من الدستور فهو لأن من يتولى أي تفاوض بشأن أي سق دولي مهما كان نوعه إنما هو رئيس الجمهورية، إذ لو كان القصد إشراك رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في التفاوض لعقد المعاهدة، لكان الدستور نص صراحة على أن يتولى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التفاوض بدلاً من أن يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة، ولو كانت المشاركة واجبة في المفاوضة لما كان من داعٍ للنص على وجوب الاتفاق. بين رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه باعتبار ان كليهما توليا المفاوضه واردف قائلا: حيث لا يميز الدستور لا يسع احد ان يميز وبالتالي ان حدود الاختصاص متوافره في النص الصريح والذي لا يحتمل التاويل. هكذا استقر الفقه والاجتهاد في تفسير الماده 52 من الدستور وقد اكدت اراء هيئه التشريع والاستشارات في وزاره العدل في اكثر من مناسبه ان رئيس الجمهوريه هو الجهه المختصه الوحيده بتولي المفاوضه حتى ان عقد او ابرم. وجب عليه الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء قبل الانتقال إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب في الحالات المحددة للموافقة أما لجهة أن رئيس الجمهورية يطبع ويعترف بمجرد عطفه على المادة 52 من الدستور عند أعلان الوفد اللبناني المفاوض فهذا أنما يقع أيضا في دائرة البطلان لأن تولي المفاوضة شيء وطبيعة التفاوض شيء آخر ان اتفاق الاطار العملي للتفاوض على ترسيم الحدود البحريه الجنوبيه على ما اعلن رسميا انما يبدا على الصعيد العملي بتاليف الوفد اللبناني وبمسائل لوجستيه اخرى برعايه الامم المتحده وضيافتها وبحضور الوسيط الامريكي المسهل واكد بيان رئاسه الجمهوريه ان كل كلام اخر هو كلام تحريفي للدستور والهدف منه اما التضليل واما ما هو ادهى من ذلك اضعاف الموقف اللبناني في اللحظه الخاطئه حيث ان لبنان يذهب للتفاوض العملي والتقني على ترسيم حدوده البحريه حفاظا على سيادته وثروته الطبيعيه على كل شبر من ارضه ومياهه، وختم البيان بالقول: كفانا مهاتره في زمن الجد ونحن احوج ما نكون عليه من تعاضد وتماسك وطني في سبيل الحفاظ على حقوقنا السياديه او استعادتها. وعشية انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، الرئيس عون يستقبل الوفد اللبناني الرسمي المفاوض ويعطيه توجيهاته ويأمل للتوصل إلى حل يحمي الحقوق السيادية للشعب اللبناني. قبل ساعات على انعقاد الجولة الأولى من المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي ستعقد الأربعاء في مقر قيادة اليونيفل في الناقورة، رسم رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مسار المفاوضات. وأعطت توجيهات على ثابتة واحدة تمسك لبنان بحقوقه. خلال الاجتماع الذي شارك فيه وزيرة الدفاع زنا عكر وقائد الجيش العماد جوزيف عون وفريق التفاوض المؤلف من رئيس الوفد العميد الطيار بسام ياسين والأعضاء العقيد البحري مازن بصبوص، عضو إدارة قطاع البترول المهندس وسام شباط، الخبير الدكتور نجيب مسيحي، شدد الرئيس عون على أن هذه المفاوضات تقنية ومحددة بترسيم الحدود البحرية وأن البحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديدا، ولفت الرئيس عون إلى أن جلسات التفاوض ترعاها وتستضيفها الأمم المتحدة، وأن وجود الجانب الأمريكي في الاجتماعات هو كوسيط مسهل لعملية التفاوض. رئيس الجمهورية أوصى أعضاء الفريق بالتمسك بالحقوق اللبنانية المعترف بها دولياً والدفاع عنها، متمنياً لهم التوفيق في مهمتهم. وبعد الاجتماع والكلام صدر بيان عن بعبدة وضع النقاط على حروف المهمة الوطنية وقال: أعطى فخامة الرئيس توجيهاته للوفد التقني المكلف بالتفاوض غير المباشر استنادا إلى الاتفاق الإطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية على أن تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة برا التي نصت عليها اتفاقية بولينيو كامب عام 1923 والممتد بحرا استنادا إلى تقنية خط الوسط من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة وفقا لدراسه اعدتها قياده الجيش اللبناني على اساس القانون الدولي وامل فخامه الرئيس ان يتم التوصل الى حل منصف يحمي الحقوق السياديه للشعب اللبناني وفي السياق نفسه كان اجتمع الرئيس عون مع المنسق الخاص للامم المتحده يانكوبيتش الذي اعرب عن ترحيب الامم المتحده باستضافه جلسه المفاوضات مؤكدا ان المنظمه الدوليه ستمارس دورها في استضافه ورعايه جلسه التفاوض وتقديم التسهيلات اللازمه لانجاحها بدوره اكد وزير الخارجيه والمقتربين في حكومه تصريف الاعمال شرب الوهبي عشيه جلسه التفاوض الاولى حول ترسيم الحدود البحريه انه لا نعقد اتفاقا لنعترف بدوله اسرائيل او بغيرها بل نفاوض للاتفاق على ترسيم الحدود البحريه ولن نقوم بالتطبيع ولن نوافق على اتفاقات سلام بل نحن مقبلون على مفاوضات لترسيم الحدود وليس للتطبيع او لاتفاقات سلام وشدد وهبي على أن ترسيم الحدود واجب علينا ولنترك حدودنا البحرية غير محددة ونترك العدو الإسرائيلي ينقب عن النفط والغاز بشكل قريب جدا من المياه اللبنانية واوضح وهبي خلال لقاء مع الصحفيين المعتمدين لدى وزاره الخارجيه ان المشاركه من قبل الامم المتحده فاعله وليس كما تقول اسرائيل اننا بضيافه الامم المتحده، نحن نقول برعايه الامم المتحده، وراى ان المفاوضات مع دوله عدوه تتطلب حنكه وصبرا وصلابه وبعد نظر، املا ان يتمسك الوفد اللبناني بهذه الصفات، ناصحا اياه بالصبر والحنكه وبعد النظر والتشبث بالحقوق، وكان وهبي تسلم المكاتب الجديده. للوزارة التي انتقلت إلى مبنى وزراء الدولة سابقاً في وسط بيروت من المغترب اللبناني المقيم في الكوت علي صبراوي وهبي الذي لفت إلى استمرارية إرادة البقاء أشار إلى أن عدداً من المدريات ستنتقل في الوقت الراهن إلى الطبقات الثلاث التي رممت على أن تستكمل عملية الانتقال بشكل كامل إلى الطوابق الشاغرة إذا قدرنا ناخذ هيدا المبنى وان شاء الله نقدر لانه ما عندنا حل تاني بالوقت الحاضر الا انه نجمع المديريات بهالمبنى هيدا على امل انه تكون الوزاره فعاله تقريبا بحدود 80% كلها من هيدا المبنى ونقدر نركز على بناء مبنى وزاره الخارجيه على المدى القريب جدا نامن بناء للمبنى بالارض اللي خصصت لنا اياها الدوله اللبنانيه في منطقة سوليدير بساحة الشهداء في ذكرى 13 تشرين تأكيد الصمود والانتصار ورسائل عالية النبرة وجهها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ثلاثون عاما على بداية أرادها كثيرون أن تكون النهاية وفي 30 عاما عاش التيار الوطني الحر تكرارا ل 13 تشرين حتى الذكرى الاقصى اليوم، فهذا ليس 13 تشرين بالنار والطائرات، بل بالخطر المالي والاقتصادي الذي يهدد بزوال الكيان، ولذلك تبقى الاولويه لتشكيل الحكومه. المبادره الفرنسيه اساس، لكن هل يكون الحرير هو الحل؟ مش على علمنا، ولا حدا بلغنا انه الرئيس ماكرون عين هو كوميسير او مفوض سامي على لبنان حتى يعمل بريفي علينا ويشرف على اشراف عام على مبادرته ليقوم بفحص الكتل النيابية ويشوف مدى التزامها بالمبادرة وبكل الأحوال يلي بده يرأس حكومة اختصاصيين لازم يكون هو الاختصاص الأول او يزيح لاختصاصه ويلي بده يرأس حكومة سياسيين فحقه يفكر اذا بده يفكر واذا كان هو السياسي الاول واللي بحب يخلط بين اثنين بده يعرف يعمل الخلطة ما يخلط علينا وبلا تزاكي وبلا اراضات اعلاميه عدم وجود حكومه تشكل مركز القرار هو العطل الاساسي في النظام ولذلك ليس الانقاذ اليوم عبر المبادرة الفرنسيه وحدها فالمطلوب تعديل دستوري يمنع الشغور في السلطه التنفيذيه وبيقوم على فكرتين واحد الزام رئيس الجمهوريه بمهله قصوى ما بتتخطى الشهر الواحد لتحديد موعد للاستشارات النيابية بتكون طبعا ملزمة هالاستشارات لإله بنتائجها ولكنها ما بتكون مؤيدة للنواب بتحديد خياراتهم مثل ما هن بيرتقوا اثنين الزام رئيس الحكومة المكلف بمهلة شهر كحد أقصى لتأليف الحكومة وحصوله على موافقه وتوقيع رئيس الجمهوريه والا اعتباره معتذر حكما واعاده فتح مهله الشهر المعطاه لرئيس الجمهوريه للاستشارات وانا اليوم بعلن باسم تكتل لبنان القوي تقديمنا لتعديل دستوري بهذا الخصوص يعرف التيار جيدا ما الذي يحتاج اليه لبنان انتقاله اقتصاديا من الريع الى الانتاج وفي المال لا يمكن توقع نتائج مختلفه من كاذب الاعوام الثلاثين نفسه. شو ممكن تسمي هيك انسان؟ مجرم؟ لا اكثر المجرم هو يلي بيقتل انسان بريء ولكن شو منسمي يلي بيقتل مجتمع بكامله بسبب نزواته وعقده النفسيه. اي لعب نعطيه انا هون ما عم بحكي عن لعبه ديمقراطيه عاديه هيدي مفهومه وبيقدر واحد يتامل بانتخابات بلحظه او بفوره معينه ان تجي لصالحه هيدا حقه وخاصه اذا عايش كل حياته على هيدا الحلم خليه يحلم مش مشكل المشكلة مش الديمقراطية المشكلة أمنية لأنه بلشنا نشوف مظاهر تفلت أمني من بعد 17 تشرين وصارت تاخد أشكال مريبة ساعة غرفة عمليات وقطع منهج للطرقات وساعة عمليات انتشار وخطط تقطيع أوصال وحواجز وساعة مظاهر وعروض شبه عسكرية ورسايل تهديد وصولا لأميرنا الشلوحي أنا بس بدي أقول كلمتين حط الإيد على مجتمعنا بالقوة ممنوع بالمنيح بالإقناع بالإعلام بالديمقراطية جرب قد ما بدك ما في مشكل بس بالقوة ممنوع وهيدي المحتلة والتمسكن والبيانات وبمون الجنرال هيدي بنعرفها وقديمة وما بقى تقطع علينا يصر التيار على الإصلاح ومكافحة الفساد والتحدي الأساسي لازم نغير السياسة القائمة من سنة التسعين على تثبيت سعر الليرة ورفع الفوايد لزيادة أموال المتمولين ونعمل سياكسة معاكسة تماما يعني باختصار وبصراحة ما فينا نقبل بشخص بعده عم بيقول بعد 30 سنة إنه بده يحافظ على نفس السياسة وعلى نفس الأشخاص ويتوقع نتائج مختلفة عن سرقة أموالنا وديعنا وسحبة وخطفة للخارج بس شدد على أن التيار الوطني الحر لم يضعف ولم ينكسر فهمه أن لا ينكسر شعبنا أكثر في مهم الآخرين هو كسر التيار واقع هو اليوم كما كان قبل ثلاثين عاما وعنوانه شخص واحد لم يفهم ما قاله له العماد قبل ثلاثين عاما إذا خسرت سلمت وإذا ربحت سلمت في عنوان واحد وفي عمل واحد عملناه نحن بالتيار البعض سموه فولكلور بس اكيد هن الفولكلور ما بيسترجوا يعملوه ومنتحداهم انهم يعملوه وهو انه يكشف كل متعاطي بالشان العام حساباته وأملاكه للراي العام وهيدا هو تحدينا لاجهزة المخابرات الكاذبه وهو فشل الكم كلكم بالتحدي يلي رفعناه بوشكم هو فشل لهيدي المنظومة السياسية المالية الإعلامية المخابراتية المنظماتية بوجه أوادم البلد هيدي منظومتكم يلي هي فعليا حاكمة البلد مش نحن حاكمينه للبلد نحن شغلتنا إنه نكسرها تنخلص البلد من فساد سياسي ومالي وإعلامي متحكم فيه نحن شغلتها إنه تكسرها وهي شغلتها انه تكسرنا وهيدي هي المعركه. واذا كان ارتضاء الطائف دستورا بعد فرضه نتيجه 13 تشرين فهذا لا يجعل منه انجيلنا او قراننا، هو دستور له اليه لتعديله وتطويره بالتفاهم لا بالحروب. بتكون الدوله المدنيه العصريه. دوله مدنيه من خلال عقد اجتماعي جديد بيكون على مستويين مناطقي وخدماتي. نحن ما بدنا الفيدرالية ولكن استمرار التعامي عند اللامركزية رح يخدنا لشي هو أبعد من الفيدرالية ونحن أكيد ما منريد التقسيم ولا نقبل فيه ومنعتبره قضاء على لبنان الرسالة والكيان والوطن والدولة ولكن نحن بدنا اللامركزية بمعناها الواسع والاستمرار بالتعامي عنه ما لح يخدنا إلا لصيغ متشددة أكثر حوله يختم بسيل بالتشديد على أن الدولة المدنية تبقى البداية للبنان المتجدد مؤكدا أن مهمتنا تبقى في منع وطننا الصغير لبنان الكبير من أن يبلع أو يهضم أو يتفتت أو يتقصم وفي سياق القضاديس أحياء لذكرى 13 من تشرين وللصلاة لراحة أنفس الشهداء أقامت حركة الإنقاذ الوطني في بازيليك سيدة لبنان في حريصة قداسا إلهيا بمشاركة حشد من المصلين تقدمه من نائب العميد شامل روكوز إلى جانب النائب جان تالوزيان وشددت العظة التي ألقيت على معنى الشهادة وعلى أهمية الوفاء لتضحيات الشهداء بالوفاء للبنان الوطن الذي ينبغي أن ينهض من جديد ليكون على مستوى التضحيات وطنا عصريا يحقق طموحات اللبنانيين كشف عضو تكتل لبنان القوي أن أب الياس بصعب أنه تقدم بشكوى قضائية ضد وزير التربية طارق المجذوب مشددا في حديث خاص للأو في على أن زمن السكوت على الاتهامات العشوائية والافتراء قد ولى تحت عنوان وزارة التربية وكر للفساد قاد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المرذوب حملة إعلامية واسعة ضد وزير التربية السابق ليسبو صعب والمستغرب أن المرذوب هو رجل قانون قبل أن يكون وزيرا كلامه الاتهامي لم يوثقه بمستندات ولا حتى بإجراءات قانونية ومن قام بالمبادرة عن المرذوب المحاميان باسم حمد ونديم قوبر حيث تقدم بإخبار من جانب النيابة العامة التمييزية ضد بوصعب ورئيسة مركز البحوث السابقة ندى عوجان ورئيس الجامعة اللبنانية ديوب. لكن أبو صعب المستعد لفتح الملفات اصطدم بعدم اكتمال الملف كما يؤكد للأو تي في أي أخبار من هالنوع أنا على محمل الجد لأنه هيك بيكون العمل مزبوط يعني يطلع واحد برتبة وزير وقاضي يتهم ويكب كلام من دون وقائع من دون إثباتات علي علامات استفهام لأنه خلفيته قاضي ما عم نحكي عن حدا ما بيفهم بالقضاء يطلع على محطة على تلفزيون ويوحي للعالم بفساد وبسرقات من دون ما يحط ولا دليل أنا اتصلت بالنيابة العامة التمييزية حاولت أنه أعطي إفادتي قالوا لي ما فيك تيجي تعطي إفادتك لأنه الوزير المجذوب بعد ما أعطى إفادته ما حدا عم يقدر يوصل له ليعطي إفادته تاني مرة تواصلت معهم قالوا لي يمكن نضطر أو يمكن بعتهم بارح التحري ليروحوا يشوفوا وين هو الوزير طارق المجذوب لأنه ما عم يرد على تليفوناته ليبلغوه لا ليشوفوا لا هو عم يتمتع بحصانته كوزير يمكن ما يجي يعطي افادته عند النيابه عامه التمييزيه، انا شايل كل شيء اسمه حصانات، انا قلت لهم أن انا مستعد اروح اعطي افادتي لا بل حابب اروح اعطي افادتي، ولكن العائق قدامي كان اليوم انه الوزير المجذوب ما رايح يعطي افادته لحتى يتأسس الملف، بقى مشان هيك بدي اطلب من المحاميين الاستاذ باسم حمد ونديم قوبر اللي انا بقدر انه هن حريصين انه يبينوا الحقيقه للراي العام خاصه بموضوع الفساد، لو بيساعدونا بيروحوا بلاقوه بيشوفوا وين هو الوزير طارق المجذوب، يساعدوا النيابه العامه التمييزيه لتصلوا يقنعوه ليروح يعطي افادته لحتى يوثق الكلام اللي حكاه والا بيكون كل هيدا الكلام كلام بكلام بدون اي اساس وبناء على عدم تجاوب الوزير طارق المرثوب عن النيابه العامه التمييزيه كشف ابو صعب انه تقدم بدوره بشكوى قضائيه مباشره الى جانب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بجرم القدح والذم والتشهير ونشر اخبار كاذبه وافتراء ضد المرثوب وكل من يظهره التحقيق فاعلا او متدخلا او شريكا او محرضا مشددا ان زمن الافتراء ولا انا سبق ودعيته لنطلع بمناظرة على التلفزيون اذا بحب يطلع لحتى نفرجي قدام الرأي العام الحقيقة شو صار طبعا اجاني جوابات من عدة اشخاص تواصلوا معه من عدة تلفزيونات انه ما عنده استعداد هلأ ومنه فاضي ما بده يعمل مناظرة كمان دعيته اذا ما في مناظرة تفضل روح اطلع قدم شكوى بالقضاء مش هيك حكي بالاعلام كمان ما عمل هيدا الشيء وعدته قلت له اذا هيدا الشيء كله ما راح بيصير انا راح بتقدم بشكوى بالقضاء واليوم تقدمت بشكوى قدام النيابه عامه التمييزيه بحق الوزير طارق المجذوب على امل هيدي الشكوى تاخذ مجراها لحتى تبين الحقيقه قدام الراي العام، لانه انا ما رح بقبل لا هو ولا غيره ولا الاكبر منه انه يمسوا بكرامات العالم ويحكوا عن فساد او يلمحوا لفساد وهيدا كله افتراء وكذب وما في له اساس من الصحه، هيدي الايام ولت اللي بده يتطلع فينا بعين متطلع فيه بعين تاني. وتعليقا على قرار وزارة التربية بصرف مليون ليرة لكل طالب قال أبو صعب كفى وعودا زائفة واستثمارا سياسيا أنه عم نحكي نحن على شيء قريب من الألف مليار ليرة واللي شوي بيفهم بالشأن الحكومي بيعرف أنه هيك مبلغ بده قانون بالمجلس النيابي كونه مش موجود بالموازنة واضح كان أنه هيدي محاولة لحتى ناخد شعبية من قبل الحكومة المستقيلة ووزير التربية بيوعدوا العالم وبعدين بكبوا يا على مصرف لبنان يا على الحكومة اللي بدها تيجي بيقولوا هني ما نفذوا وهن عارفين من وقت اللي وعدوا أنه هيك شيء ما بيتطبق بعتقد صار لازم نعرف أنه كفى وعود وكذب لانه الشعب اللبناني والتلميذ ما بقى تحمل حدا يلعب له بعصابه بالشكل اللي عم بيصير حاليا اذا القضاء سيقول كلمه الحسم بما يتعلق بالاتهامات التي لا يتعدى سقفها كونها سياسيه اما اللعبه الشعبويه والاستثمار بالطلاب فللناس الحكم اتفاقيه بين مستشفى القديس جاورجيوس والمستشفى اللبناني الكندي وبوصعاب يؤكد ان المستشفى اللبناني الكندي اصبح جاهزا لاستقبال حالات حرجه فيما المطران عودي يدعو الى تشكيل حكومه بشكل سريع معاهدة تعاون تم توقيعها بين المستشفى اللبناني الكندي ومستشفى القديس جورج الجامعي الذي تضررت أقسامه من عصم انفجار المرفأ وذلك برعاية متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة وحضوره وعضو تكتل لبنان القوي النائب الياس صعب ومدير مستشفى القديس جورج الجامعي وعدد من الأطباء وتوجه صعب للمشككين بخدمات المستشفى اللبناني الكندي مؤكدا أنه منذ استئجاره استقبل أكثر من 160 حاله مصابه بوباء الكورونا استاجرت مستشفى اللبناني الكندي ووضعته بتصرف وزاره الصحه، المشكله اللي كنا واعيين فيها انه ما كان في لا مراكز للعزل ولا مستشفيات كافيه. أه للاسف المشككين وهلا مش وقت نفوت بسجلات بالسياسه وخاصه المعروفين من احزاب معينه عملوا حمله على مواقع التواصل الاجتماعي انه وين الوعود الكاذبه؟ وين المستشفى؟ شاطر واحد نايب بيطلع بيحكي وبيعلن لا هيدا المستشفى اللبناني الكندي صار مستقبل أكثر من 160 حالة موجودين بالمستشفى اللبناني الكندي تعالجوا بموضوع الكورونا هذه الخطوة هي لتخفيف الضغط عن المستشفيات وفي هذا الإطار أكد أبو صعب أن المستشفى اللبناني الكندي انتقل إلى مرحلة جديدة من تقديم الخدمات عم ننتقل من مركز الحجر والحالات اللي هي دون الوسطى يعني إلى معالجة كاملة وصولا إلى العناية الفائقة و. ريسبيريترز والاي سي يو الى اخره بالتعاون مع مستشفى القديس جوارجيوس اللي عندهم فريق متمرن وفريق مشهود لاله بخبرته بموضوع الكورونا ما قادر يكفي مهامه من بعد الانفجار اللي صار بمستشفى القديس جورجيوس واليوم نحن بالمطرانية برعاية سيدنا المطران الياس عودي اللي أصر كمان هو أنه هالخدمات تضل تتقدم للعالم مثل ما كل عمره رسالة المطرانية كانت اليوم هالتعاون بيننا وبين المستشفى الإديس جوارجيوس بكفي أنه هالرسالة بنقدر نقدم هذه الخدمات للمواطنين وخاصة للي ما معهم مصاري يقدروا يفوتوا ويدفعوا بالمستشفيات الخاصة بدوره المطران عودي أثنى على خطوة بوصعب داعيا لتشكيل حكومة بشكل سريع نسأله أن ينير عقول المسؤولين في هذا البلد لينصرفوا عن مصالحهم الخاصة ومطالبهم التعجيزيه الى الاهتمام بمصير هذا البلد ونسالهم لبل نامرهم ان يشكلوا حكومه تعمل بجد ونشاط. توقيع الاتفاقيه واعاده وقفه احتجاجيه لمالكي صيدليات نظرا الى الشح في الدواء، كل التفاصيل مع جورج عبود. تطلب عشر علب بيطلع لك علبة بتطلب مثلا خمس أصناف ست أصناف من الخمسة الستة بيوصل لك صنف صار عم يوصلنا عالم أنا مثلا بالمتن عالم من زحلة رفقاتي يعني عم بيحكوا أنه ما في دواء يعني وصلوا تخيل من زحلة للمتن يسألوا عن دواء إذا موجود يعني تخيل كم صيدلية ما عندها الدواء صيدليات رفوف صراحة فاضي يعني بانادول يلي هو الدواء يعني مثل الأكل شوي بياخدوه جمعة الماضي كنا عم نبيعه بالساشيه بالظرف هلا هيدي الجمعة أو حتى من آخر جمعة الماضي ما عاد في فنادول لحتى نبيعه ما بقى مقبول السكوت هي صرخة أطلاق أصحاب الصيدليات بلبنان خلال اعتصام أمام مقر النقابة بالمتحف ضد سياسة التأنين يلي عم بتمارسها مستوردي الأدوية ما أدى لفقدان الدواء من السوق زل يوم عم يتعرض له المواطن يلي صار مجبور يتنقل من صيدلية لصيدلية بحثا عن حبة الدواء احنا بس عم نحكي باسم الشعب وباسم المواطن اللي عم بيتبهدل كل يوم بي قدام باب صيدليتنا وما عم نقدر نلبيه ونعطيه دواء نحن عملنا انسانه ما عم نقدر نقوم فيه كل ما طلبنا هي انه يكون في دواء بصيدلياتنا الدواء محجوز مهرب ما بعرف وينه نحن بدنا دواء بصيدلياتنا مش اكثر هيئه الصيادله بالطيار الوطني الحر اعتبرت انه المسؤولين عن المهنه متقاعسين ومتخزلين عن حمايتها واشارت الى انه الازمه مفتعله المفروض انه الدوله تقوم بواجباتها مفروض انه نقابه الصيادله تقوم بواجباتها، كلهم بيعرفوا قديش في عندهم كميات ادويه عم تفوت على لبنان، وزاره الصحه عندها جهاز تفتيش، ونقابه الصيادله عندها جهاز تفتيش، يتفضلوا يروحوا على المستودعات عند الوكلاء، على المستودعات العامه كمان، ويشوفوا شو الكميات الادويه الموجوده عندها، نحن بدنا نكون حد المواطن، نحن ما بقى فينا نضل قاعدين نحن بصيدلياتنا كل النهار لنقول للمواطن انه مقطوع مقطوع وما في ومقطوع وحطينا نحن بوز المدفع الاعتصام ترافق مع اضراب حيث اقفلت معظم الصيدليات بمختلف المناطق ابوابها تحذيريا لحس المعنيين بالقطاع على التحرك اول شيء مصرف لبنان مش عم يفتح اعتمادات وبالتالي هذا مؤشر انه الدعم على الدواء انتهى ما بقى حدا يطلع يقلنا ما تخافوا ما رح يرفع الدعم على الدواء رفع الدعم على الدواء خلص طالما مصرف لبنان مش عم بيسلم مثل الدولار ب 1005 ما في دولار هي ذاتها الدواء مدعوم بس ما في دواء 70% من الادويه الكرونكس هلا صارت مقطوعه نحن اليوم عم نحذر مش 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 موجه ضد المواطن نقطعه من الادويه لانه اصلا ما في عندنا ادويه لنقطعها اليوم نحن مضربين طوعا خلال اسبوع او اسبوعين تفضى الصيدليات تماما من الادويه بصير الاضراب كرها بعض المستوردين في منهم مناح بس معظمهم عم بيسلموا الصيدلية كميات كبيره وهائله لبعض الصيدليات وعم يحرموا 90% من الصيدليات من المواد من الادويه وبالتالي هو الصيدليات اللي عم يسلموا الكميات الكبيره يا بيهربها لبرا يا بيحتكرها وبيخفف ضغط على مخازن المستورد تاكيد على انه مهنه الصيدله بخطر مثل صحه المواطن يعني بعد في هيدا هيدي الشغله الوحيده اللي ما تحارب فيها المواطن دواء هلا وصلنا على سيناريو شبيه بسيناريو فنزويلا، صيدليات عم تسكر صار مسكر اكثر من 500 صيدليه لهلا وبعد الخير لقدام يعني، سيناريو صيدليات ما فيها دواء، مثل ما شفنا سيناريو سوبر ماركتات، رفوف فاضيه، ما بدنا نوصل لرفع الدعم عن الدواء نحن هذا الشيء ما بنقبله، نحن بهمنا كمان نحن مواطنين ونحن عايشين كمان بالحد الادنى، في ناس عندهم فكره خاطئه نحن صيادله مليارداريه لا نحن مواطن نحن مثلنا مثلهم متلن. نحن وجانا وجعهم وجعن. بين الحديث عن رفع الدعم عن الدواء من جهه واحتكاره وعدم تسليمه للصيادله بالكميات المطلوبه من جهه اخرى اولويه صحه المواطن مش مقبول التهاون فيها فالدواء حاجه ملحه وممنوع التلاعب فيه أصحاب وموظفو المجمعات التجارية يرفعون الصوت في وجه الإغلاق غير المدروس كما يقولون التباعد الجسدي وكل الاجراءات التي يجب اتخاذها للوقايه من كورونا التزم بها موظفو المجمعات التجاريه الذين اكتفوا بالتعبير عن معاناتهم بكلمات معده مسبقا القيت على المنبر وذلك من خلال مشاركتهم بالوقف الاحتجاجي التي دعا اليها اصحاب هذه المجمعات بسبب ما اعتبروه قرارات استنسابيه بالاغلاق من دون مراعاه الضائقه الاقتصاديه التي يمر بها لبنان نحن اصرارنا نفتح مجمعاتنا مش من منطلق الربح والخساره، تنساعد التجار عنا للصمود تيضلون يقدروا يدفعوا معاشات موظفينهم تنأمن استمرارية موظفين أكثر من 10,000 عائلة بمجمع واحد، ما في ما في أي معنى له حق، اليوم يجي يحملنا مسؤولية مؤسسات أو مناطق مستهترة، نحن اللي عم نلتزم. اللي طلبوه منا نحن كنا حاطين أحسن منه بكثير. بكل المجمعات التجارية without exception اجوا لعنا عملوا a kind of mystery shopper يعني اجوا جابوا عالم ما بنعرفها يحطوا لنا نقط طلعت فوق التسعين بالمية الريتنج تبع المجمعات التجارية والتجار بلبنان ما في بلد بالعالم عم ياخد هيدا الريتنج مع كل ذلك اخذوا قرار يسكرونا كل مول في بين ألف ل 3000 شخص بيشتغلوا فيه بطريقه مباشره أو غير مباشره بس بحب خبركم صرنا اخذين اكثر من سبعه زبوطه ومكملين بتمنى على جمعيه تجار بيروت اذا اخذت قرار ونحن نفتح ما تتراجع ثاني نهار توقف حدنا ونضلنا فاتحين رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي اكد ان اتخاذ الاجراءات الصحيه الوقائيه اللازمه امر ضروري لكن القرارات المتسرعه بالاغلاق تضر بالقطاعات الاقتصاديه الهاجس الصحي هو اساسي بس في اجراءات فينا ناخذها وهذا مشوار طويل يعني بعتقد انه الصوت اللي انرفع اليوم محق لانه هو بفرجي انه اوقات عم بيكون في استنسابيه بالقرارات عم في تسرع فالمطلوب اعاده النظر بكل هالقرارات وما تصدر نهار الاحد عشيه قرارات تطبق التنين دون اي تنسيق مع المعنيين بالشؤون العامه. من خلال تنظيم هذه الوقفه الاحتجاجيه بالشكل هي تاكيد ان المؤسسات التجاريه والمجمعات تعرف جيدا اتخاذ كل الاجراءات التي من شانها حمايه موظفيها وزبائنها، اما مضمونها فتركز على ضروره اعاده النظر بقرار الاغلاق وفتح البلاد. على خير. والى الاحوال الجوية. مساء الخير طقس خريفي مستقر نسبيا ومعتدل الحرارة عم بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط رح يستمر على هيدا الشكل للأيام القادمة وبذكر بأن المعدل الوسطي للحرارة لشهر تشرين الأول من 21 إلى 29 درجة أما هلأ رح نروح بجولة على بعض المناطق اللبنانية لنشوف سوا كيف رح تتسجل درجات الحرارة لبكرة نبدا من كالعادة من الشمال وعكار عم بتسجل 26 درجة، طرابلس 29، العاصمة بيروت 28 وصور 29 درجة، ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 31، اللقلوق 17، زحلة 30 وجزين 27 درجة. نسبة الرطوبة ساحلا عم توصل ل 80%، الرياح السطحية غربية بتتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمائج. اذا شو الاجواء اللي بانتظارنا للايام القادمه للأربعة والخميس جونا غائم جزئيا الى غائم احيانا مع احتمال تساقط الرذاذ بالمناطق الشماليه خاصه بفتره قبل الظهر لنهار الخميس مع تشكل للضباب على المرتفعات اما درجات الحراره فبتنخفض بالمناطق الجبليه والداخليه وساحلا تستقر على 29 درجه للجمعة والسبت جونا غائم جزئيا مع استمرار تشكل الضباب على المرتفعات واحتمال تساقط الرزاز بشكل متفرق خاصة بالفترة الصباحية أما درجات الحرارة فبتستقر أيضا ساحلا على 29 درجة وصلنا إلى ختم صفحة الأحوال الجوية لليلة تابعونا كل يوم وبذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان تصبحوا على خير ومع الاحوال الجويه ناتي الى ختام نشرتنا الاخباريه المزيد البي كما تابعونا عبر فيسبوك وتويتر شكرا الى اللقاء